السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أم إيناس من قناة أم إيناس برشلونة. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي الدراري الصغار كيبغيوها بزاف وحتى الكبار كيبغيوها حتى حنا كنبغيوها، علاش لا؟ ألا وهي البيتزا. لهاد الوصفة أنا ما كنحتاجش فيها بزاف ديال المقادير وبزاف ديال الطرق وداكشي، كنديرها عادية عادية. كيبقى السر ديالها في الطياب ديالها، هو فاش كيبقى السر باش ما كتجيكمش قاصحة وما كتجيكمش كتهلس ولا بات كتجي قاصحة. لهاد الغرض غادي نحتاج سهله مهله. لهاد الغرض كنحتاج زلافه كما كتشوفوا ديال الفورس، اي فورس عندكم الفورس، نص زلافه ديال الفينو، الملحه، الخماره ديال العجين ديال الحبيبات، الزبده، والخماره ديال الحلوه. انا عندي هذه محلوله، كتحتاجوا وحده ديال 7 غرام، وحده ديال 7 غرام حيت حنا هذه عندنا فيها 18 غرام ولا 16 غرام، هادشي اللي كانوا المدافي. ما كنحتاج فيها لا قوه البروتوكول لا قوه حتى شي حاجه، خاصها تعجن فحال اللي كتعجنوا الخبيز عادي، كنعجنها فحال اللي كنعجن الخبز، كنديرها في واحد البواطه كنخليها كترتاح حتى تطلق راسها، كتخمر واحد شويه، خاصها الخميره باش كتجي مزيانه وكتطلق راسها. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال العجينه. في واحد القصعه كنقبض داك الفورس، كنزيد عليه الفينو، سهله مهله، ما فيها لا قوه تعقيدات ولا قوه وانا هاد الطريقه هادي. واحد صاحبتي هنايا ولدها خدام في واحد البيتزيريا، هي اللي عطاتني هاد الطريقه هادي. كندير شويه ديال الملحه، عندي واحد المعلقه ديال الملحه، من بعد البنات انا نعبر معكم داك الخماره بالمعلقه الصغيره باش نشوفوا شحال جات فيها. وكل معلقه ديال في المغرب نتوما كتشربوا الخميره بالعبار، معلقه صغيره ديال الاتاي، هادشي اللي كاين. واحد جوج معلقات صغار حيت انا عبرت بهاد المعلقه، ولا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين، غادي نخلط هادشي، غادي ندلك العجينه مزيان ونرجع معكم باش تشوفوا الطريقه ديالها كيفاش دايره. هادشي اللي كاين، نبدا كنخلط بيان سور داك الماء شويه يكون دافي. بسم الله بسم الله، البنات غادي نخليكم على ما نجمع العجينه وداك الساعه نعاود نرجع معكم نتلاقاو من بعد. ها نتوما البنات، هاني جمعت العجينه ديالي، خدات لي داك الزلافه ديال الماء، بقى لي منها واحد شويه ودلكتها البنات باش ما نقولكمش ما دلكتهاش، عطيتها الدليك اللي عندها العجانه الله يعاونها ديرها في العجانه وتهني راسها. ها نتوما البنات، ومازال كندلك فيها حيت خاصها تدلك، ما نقولكمش لا غير جمعوها وديروها في الحك ولا نو، خاصها تدلك. سمحوا لي البنات راه يدي بوحدي حيت ما عنديش لي صبر معايا. هانتوما البنات، ها القوام ديالها كيفاش داير، هانتو بحال الملاوي، بحال شكل الملاوي. هانتوما البنات ومازال كندلكها، واحد خمسة ديال الدقايق هكا كلها وانتي كدلكيها. من بعد البنات غادي نجيبها في الوسط، غادي نجيب معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نحاول ندخلها فيها. ها نتوما البنات
صافي هادشي اللي كاين. غادي نحاول ندخل فيها هاد الزبده فهاد العجينه. الزبده كتجيبها مقرمشه وزوينه، كتخليها ما كتتهلكش. خليكم معايا البنات، نروح شويه ونعاود نرجع معكم باش نقول لكم بعد ما ندخل الزبده فيها، حيت يدي بوحدي كنصور بيد ويتقطع بها ما يمكنليش. غادي نخليكم واحد شويه ندخل داك الزبده في لاباط ونعاود نرجع معكم، ما تمشيو فين البنات. ها انتما من بعد ما دخل داك الزبيده في العجينه، ها انتما ها انتما شوفوا القوام ديالها كيفاش داير. هي رطبه، ها انتما البنات رطبه ولكن ما كتلصق في يدين، وليني ماشي 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 حريره. ها انتما البنات ها انتما كنهزها بكل سهوله. هي خاصها تجي شويه رطبه حيت الا جات قاصحه غادي تجي قاصحه حتى في الفران. من بعد غادي نجمعها عندي راه في واحد العلبه ونخليها كترتاح الوقت اللي عادي انا نوجد فيه الحشو ديالي ونرجع معاكم. هذا المقدار هذا راه يخرج لي أربعة د البيتزات، خمسة صغارين اللي كفيونا، كل وحدة عادي نديرها بشكل. خليكم معايا باش عادي نوجد أنا الحشو اللي كندير في قلب البيتزا، وداك الساعة نرجع معاكم. بس مشيو فين، ها انتوما البنات شوفوا القوام ديال العجينة كي داير فين، ها انتوما شوف، حيت ما خاصهاش تكون قاصحة، إلا كانت كتلصق في يدين ويني كتحيد دغيا. ها انتوما ها يديا، ها شتي كتلصق في يدين وميم طون كتحيد دغيا. خليكم معايا على ما نجمعها نديرها في واحد العليبه نخليها ترتاح وندوز باش ندوزو انا وياكم نصوبو انا وياكم الحشو. ها انتما البنات من بعد ملي جمعت العجينه ديالي جمعتها في فهاد البواطه. ها انتما شو كيدير، هاني دابا ملي وصلت يدي قبل حيت كتدي فيها العجينه نورمال كانت كتلصق ليها. ها انتما البنات شتيو العجينه كيدايره، هي رطبه ها انتما شو كيرطبه ولكن او ميم طون ها انتما كتلصق لها في يدي لا حتى شي حاجه. ها انتما ما نكذبش عليكم كتجي واحد لاباط اللي زوينه ما فيها لا قوه هذا ولا قوه هذا، عاديه الطحين والفورس والماء اي ضاره في هذا الشيء. هذا غادي نجمعها في هذه العليبه غادي نغطيها ونخليها تخمر، خاصها تاخذ حقها في الخميره، راه لا ما خمرتش راه ما كتجيش مزيانه. باش ما نقولكمش لا دابا ديروها في الفران، خاصها تخمر وتاخذ حقها في الخميره. لهاد العجينه هذه غادي تخرج ديال 4-5 ديال انتما تبقاو معايا 4-5 ديال الحبات ديال البيتزا مزيانين، باش غنديرهم كل وحده في شكل، وحده بالطوم وحده بالكفته وحده بالكاشير. خليكم معايا وتشوفوا. غادي نغطيها ونخليها تاخذ حقها ديال الخمير وندوز باش نصوب معكم الحشوات ديالنا. يلا تهلاو في راسكم البنات. في الحشوه ديال البيتزا غادي نحتاج بصله، فلفله حمراء، فلفله خضراء وواحد البصله. ما عنديش هذه الفلفله كلها، نقدر ندير غير النص ديال هذه ونص ديال هذه حيت كبارين بزاف، جاب لي الله غادي ندير غير النص حيت ما ماشي بزاف، ولا سينو غادي نزيد البصله وغادي نخليها لا بقات لي شي حاجه نخليها في الثلاجه. خليكم معايا غادي نقطع هذا الشيء في المقله ونعاود نرجع معكم باش نقول لكم باش نقول لكم شنو غادي ندير من بعد. يلا خليكم معايا البنات. ها الخضره ديالنا بعد ما قطعتها كنقطع الفلفله ديدي هكا، وكنقطع الحمراء حتى هي هكا ديدي، والبصله ديالنا انا في الحقيقه داك البصله اللي قبيله قويتكم زدت عليها بصله اخرى حيت غادي نطيب هاد الحشوه ملي كتكون انا عندي في الثلاجه ما كيبقى لها حتى شي حاجه. كاع بعض الحاجات ملي كيكون عندي الوقت كنطيبها بزايد وكنديرها في العليبه وكنخليها في الثلاجه، باش النهار اللي كيقول لي لا ماما ما بغيتش هادي، لا ماما ما ناكلش هادي، كنجبد داك الحشوه. كيكون عندي حتى لو فون ديال البيتزا مصوب محطوط في الثلاجه كنجبدو الفروماج، وهانتي وكلتي هانتي بلا فرع الراس بلا فرع المخ وكياكلوا هادشي. وانا النهار الكبير عندي فاش كيقولوا لي قلنا البيتزا كنبروفيتي وكندير لهم الفلفله حيت ما كياكلوهاش، وهما كنديرو بحال قط مع الفار، هما ما كياكلوهاليش من هنا وانا كندخلها لهم من هنا. ملي كيديرها لهم في البيتزا مع الفخوماج وداكشي كياكلوها، ما تيقولوا حتى شي حاجه، مع الطون ومع الكاشير ومع الكفته وداكشي كياكلوها. في هاد الاثناء داك البصله ديالنا ها هي دي، غادي نشعل عليها البوطه ونديرها تحمر. بيان سور انا ديما البنات باش تعرفوا واحد الحاجه، انا ديما البصله ملي كنجي نحمرها راه ما كندير فيها حتى شي حاجه، لا ملحه لا ابزار، حيت لا درتي فيها الملحه ولا ابزار كتحرق لك. الوغ من الاحسن خليها كتقلى
شويه عليها حتى تتهبط حتى تتعرى، عاد كنزيد عليها داك المليحه والبزار، كنديرها هي وكندير معاها القطعه ديال الزيت وكنشحرها. هادشي اللي كاين، خليكم معايا تشوفوا فين. ها انتما البنات، داك ساقتنا لا سك البنات، عادي ندير نطيب. دونك اللهم نطيب زايد اللي كفاني، ها هو داك الدار اللي ما كفانيش غادي نحطو في قلب الطويصه في عديبه في قلب الكونجيلاتور، ما كيوقع له حتى شي حاجه. هادشي حتى الا كانت كاع عندك شي حفله ولا شي عيد ميلاد ولا شي عراضه بغيتي ديري داك البيتزات، كتعمري كطيبي هادشي على بكري باش ما يبقاش يشد لك هذا وتخليه في الكونجيلاتور ما عنده ما يوقع له. هيا دي البنات خليها تطيب مع راساتها، غادي نغمها باش تطلي ما تبقاش قاصحه، وحتى نحل عليها عاد داك الساعه نزيد عليها الملحه والابزه، ما كندير عليها حتى شي حاجه وحده اخرى، كنخلي الملحه والابزه فقط، وراها صدقوني كتجي لذيذه وبنينه. حتى انا شحال هادي داك لي بيتزا كنت كنوض كنهزها الدبيله، لا عجنيها بالحليب كنعجنها بالحليب والو، عجنيها بالفورس بوحدو كندير الفورس والو، عجنيها عييت كندير في الطرق، يعني منين اعتمدت هذه الطريقه ديال العجينه صدقوني البنات ولات هي المعتمده عندي، ما كنبدلهاش نهائيا وكنصوبها غير هي. كنعاود ناكد لكم خاصها تخمر واحد شويه، كل ما خمرات كل ما طلقت راسها، وفي الطياب في الفران، حتى الطياب في الفران كيلعب واحد الدور، ما خصهاش تحمر في الطيبه الاولى، ما خصهاش حيت كنحشيها في الفران كطيب واحد شويه، على ما كتهز راسها حتى كتهز راسها من 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 الطبصيل كنحيدها. انتم غادي تبقاو معايا حتى تشوفوا كيفاش كنديرها، وصدقوني ديروها لوليداتكم بلا تردد. انا نخليكم غادي نغم هاد البصيله حتى تطيب معايا، عاد نجي باش نزيد عليها الفلفله والفلفله الحمراء. خليكم معايا شوفوا البنات، ها نتوما من بعد ما تقلات البصيله ديالي هي دي طات هاد الاثناء هادي، غادي نزيد دابا المليحه ونزيد الابزار واحد المعلقه صغيره ديال الابزار واحد المعلقه صغيره ديال المليحه يا سطا، ومن بعد غادي ندي داكشي ونجيبو. سمحوا لي مع هاد الخريطه اللي حنا في عندي داكشي اللي نجيبو، وعادي نضيف داك الفليفله الخضراء ديالنا، الفليفله الاخرى اللوينات انت عجبوني اللوينات كنقولها لكم كنعاودها لكم في اي وقت. هانتوما البنات وغادي نخلط، صدقوني كيجي هذه الحشوه كتجي زوينه في البيتزا. صافي من بعد ما خلطتها مزيان غادي نغمها ونخليها طيب على خاطرها، وراه العجينه ديالنا اوميم طون راه كتخمر هاد الاثناء ملي العجينه كتخمر انا راني كنوجد الحشو ديالي. خليكم معايا البنات غادي نغطيها نخليها حتى طيب على خاطر، شوفوا على اللوينات كيجيو ما شاء الله اللوينات فنين، هاد اللوينات كيعجبوني انا سبحان الله، انا هاد الفلفله الحمراء والخضراء كتعجبني بزاف. خليكم معايا ما تمشيو فين، غنغمها على ما طاب واحد شويه ونرجعو ثاني مع بعضياتنا. البنات انا خليت داك الحشوه مشدوده باش كتطلق راسها وطيب داك الفليفله وداك الشيء، والعجينه ديالنا ها انتم البنات مازال هاهي مازال في الحكيك ديالها، تاخذ وقتها في الخميره حيت اصلا انا هادي عندي الوادي حتى يجيو من المدرسه كيتغداو في المدرسه حتى تيجيو عاد كيبغيو ياكلوا شي حاجه، يلقاو ولدي كيمشي تريني الكره يجيو يلقاو داك الساعات شي حاجه باش يديروا في الليل، صافي منها العشاء منها كلشي كذب عليك صافي. ها انتم شوفوا داك الحشوه اللي ديت الحمد لله مزيانه طابت. في هذا الاثناء غادي نطفي عليها ونخليه حتى تطلق البيتزا، ونطلق واحد الطريفه واش طايب ولا ما طايبش،
طابت. خليها على ما تشرب، مازال فيها واحد شويه ديال الماء، انتم البنات مازال فيها شويه الماء، غنخليها حتى تقلى كاع كاريمون. نزيد شويه في البوطه عشان تبقاش كتخمر لي هنا. نخليها فوق العافيه حتى تطيب، ما نغمهاش حيت دابا طابت. نخليها هكا باش داك الماء يشرب. هانتوما معايا حتى ندوزو باش نبغي لكم كيفاش غنجيبو العجينه. ملي كتعريها دغيا دغيا كتشرب. خليكم معايا البنات حتى نشوفو العجينه كيفاش غنجيبو. البنات هاني وليت معاكم، هانتوما ها العجينه من بعد ما خمرات، هانتوما شتي كي جات، هات شوف كتجي رائعه صدقوني كتجي زوينه. عادي تبقاو معايا هاني عادي نقطعها دابا ونطلقها حداكم باش تشوفوا الطريقه كيفاش كندير. خليكم معايا ما تمشيو فين. غير شويه ديال الفرص في سطح العمل وغادي نخويها. هانتوما البنات ما كتلصق ما والو، كتجي زوينه خفيفه وما كتلصقش. هانتوما البنات دابا غادي نطلقها وغادي نقطعها باش نشوف شحال يتخرج لي. غادي نغير شويه ديال الفرص ديال من الفوق حيت راه خفيفه. غادي نقسمها البنات على خمسة ديال الكويرات متقادين، ها الاولى ها الثانيه ها الثالثة ها الرابعة ها الخامسة. خمسة ديال الكويرات كتعطي داك العجينة. نجمع كل كويرة على بوحدها. ها الثانية ها الثالثة هانتوما البنات ما كتلصق في اليدين ما والو. هانتوما يدي هايدي واخا العجينة خفيفة ويني ما كتلصقش في اليد حيت خدات وقتها ديال الخمير. بغيتي تعبريهم عبريهم، بغيتي تقطعي عينك ميزان قطعي عينك ميزان وصافي. هاد الاثناء غندوزو باش نبداو نطلقوهم وحده بوحده بيان سور بالاستعانه دائما بالفرص.
نديروش الفورس بزاف باش ما تصقصحلكمش العجينه، غير لفات بانها ما تلصقش وصافي. نزول الدلك، تحاولوا تدلقوها بواحد الطريقه اللي هي دائريه. غادي نخلي هادي وندوز نطلق وحده اخرى نعطيها حقها ديال الراحه. خلي هادي ترتاح هنا على جنب وندوز نعطي عرسين هادي حقها ديال الكليك باش ما تصعصاش معانا. وديما كنخدموا هكا بسبعنا استعانه بيان سور شويه ديال الفورس. ها انتم البنات استعانه بالاصابع ديالنا، كنطلقوها في الاول هكا كنعطيوها غير بتفرن بالطرف ديال الاصابع ديالنا. ها انتم البنات هكا 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 في الاول، ما تقلا دلك لا والو، غير بيديك خدميها هكا. عطا شويه بدلك عاوتاني، كنحاول نحافظ على داك الشكل الدائري ديالها باش تبقى لنا في الشكل الدائري ديالها. مازال البنات غادي نزيد نطلقها باش ما تصعصاش معايا، كنطلقها شويه ونخليها ترتاح ونطلقها ونخليها ترتاح. نخليو عاوتاني هادي على جنب وندوزو نطلقو وندوزو نطلقو وحده اخرى. نفس العمليه، خليكم معايا تنكملو بربعه ونرجعو عاوتاني باش نشوفو شنو عندي. هانتوما البنات رجعت الاول وحده، هانتوما من بعد ما طلقتهم شويه شويه درتهم وحده على وحده فرقتهم بالفورس. دابا نرجع الاول وحده وعادي نكمل معاكم. دائما باستعانه بالدلاك، شتي ملي كنخليها ترتاح كتطلق راسها لراسها، كتبقى تمشي لراسها. هانتوما البنات خاصها تكون شويه رقيقه، البنات مبقاش كترجع لنا بحال الشكل ديال الملاوي. كل ما عطيتي الخاطر باش يخمر على خاطرو كل ما كيعاونك في الطلاق. في هاد الاثناء انا درت الفران ديالي كيسخن باش غادي نحط فيه البيتزا. صافي بركه عليها الوريق اللي خصني. هانتوما البنات ما كتلصق ما والو، وبيان سور خاصكم ما تبقاوش غير كتلقوا ساعه ساعه تهزوها تشوفوا واش ملاصقه ما والو. غادي نجيب الفرن الخضر ديال الفران، غادي نهز البيتزا ديالي نزيد نعاون بيديا باش نقادها باش تجي على شكل دائري. نقبض فرشاة البنات ونتقبها باش ما تنخليش في الفرن. هاد العمليه اللي غادي نديرها معاهم كاملين بنفس الشكل. غنديرها في الفران طيب ونرجع معاكم. هانتوما البنات ونرجع معاكم باش ندوزو للاخرين، خليكم معايا ما تمشيو فين. البنات هاني طلقت ثانيه عاوتاني بنفس هذا، تبارك الله. هانتوما راه كتجي زعما ماشي بيتزا صغيره، راه يسحب فيكم بيتزا صغيره، راه بيتزا بيتزا. هانتوما ها السمك ديالها ما كتكونش غليظه باش نحيت كتنفخ مع الخميره اللي فيها. وغادي ندوز باش ندير هاد هذه عاوتاني في الطبسيل، عندي جوج بجوج في الفران. خليكم معايا هانت كنهزها هانت ما لاصقه ما والو. هانتوما البنات ملي كنحطها في الطبسيل كنزيد نقادها بيان سور.
غنحاول نعطي داك الشكل الدائري ديالها وصافي. دابا الدراري هاد النهار عندهم الفيش طاب مع البيتزا، الدراري كلهم تتعجبهم البيتزا، ما كاينش شي وليدات اللي ما كتعجبهمش البيتزا. نفس الشيء عاد غنثقبها وندير هاد الطاسه مع الاخرى وبنفس الشكل غنكملهم كاملين. البنات ها نتوما منين تبقى كتهز لكم هكا من الفران، ها انتو شفتيو ها العلو ديال هكا غير تهز من الطبصيل، ها انت تهزيها من الطبصيل. دابا في هذه الاثناء غادي نخرجها حيت حسن ملي كتمشيو تشريوهم البنات راه ما تيكونوش طايبين، راه كيكونوا بهذا الشكل هذا عاد كيزيدوا يطيبوا. انا غنحيدها دابا من الفران، ها انتم ملي كتهزي من الطبصيل صافي كنحيدها، ها انتم البنات ها انتم هذا الشكل ديال البيتزا ملي كطيب كتبقى بيضه، غير لفت بانها كتهز من الفران، ها انتم البنات غير ملي كتهزها من الفران صافي ها انتم راه مازال بيضه وهني غادي نحيدها. في هذه الاثناء يعني غنحيد الاولى غادي نهز هذه وغادي نحطها فوق هذه صافي، وكندير لهم من يدل هكا كندوز باش نكمل الاخرين هكا غادي نكملهم كاملين. هانتوما البنات مني كنحل وكنلقى هكا كتهز من الطبصيل هاد البوقات ماشي مشكل، هادو راه يهبطو ماشي مشكل، غير انها هانت واخا مازال بيضة صافي. في هاد الاثناء كنخرجها، في هاد الاثناء كنحيدها من الطبصيل من هذا وكنديرها على الفرن. شتيو البنات نهز عسني هادي وغنحطها فوق هادا هاهو شتي، كنخليهم هكا باش كي باش كي كس مكي 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 تقرمشوش. خليكم معايا باش نكمل الاخرى اللي باقين، هاني بقات لي غير وحده هاني غادي ندفعها دابا. راه واخا كنرققها البنات شوفوا الرق باش كنديرها هكا راه كتنفخ باش ما تجيش غليظه بزاف، واللي كيبغي العجينه تكون غليظه هو يعرف. يلا خليكم معايا واحد شويه على ما نديهم الاخرين يطيبوا عاوتاني. البنات ها نتوما من بعد ما طابوا البيتزا ديالي ها نتوما عارف كيفاش كيجيو، كيجيو رائعين صدقوني عرفتي رطب كيجيو. ها نتوما شوفوا البنات شوف صدقوني كيجيو فنين. دابا في هاد الاثناء غادي ندوز باش نقول لكم المونتاج ديالهم، خليكم معايا باش غادي نصوبوا هاد البيتزا. اش كنحتاجو؟ كنحتاجو داك الخليط اللي قبيله صوبنا، الماطيشه انا هاجي عندي جاهزه كنصوبها وين دابا في هاد الاثناء ما مسالياش ما صوبتهاش. ماطيشه معجون ديال الماطيشه، السوليس كنزيد فيها زويته بلديه ومليحه والابزار، فلفله ديال التزيين، الكاشير محكوك، طون، الكفته، زويته بلديه، الزيتون كحل، والفرماج بيان سور. خليكم معايا باش تشوفوا شنو غادي نديرو. وبالنسبه للتزيين كيبقى على حساب، عندك الشامبينيون ديريه، عندك الفلفله الحمراء ديريها، عندك المايس ديريه، هذه كتبقى تقليديه البيتزا التقليديه. حيت انا عندي في الدار كل واحد شنو كياكل، كاين اللي كياكل الكفته، كاين اللي كياكل الطون، كاين اللي كياكل الكاشير، عندك الطون ديري الطون، عندك الكاشير ديري الكاشير، انا ما غنخلطش هادشي كله، كل وحده غنديرها بحاجه. هذه غنديرها بالكفته، هادي وحده عندي غير بالطون وحده عندي غير بالكاشير. بالنسبه للكفته البنات ها نتوما كتشوفوا ما كنطيبها ما والو، كنخليها كما هي هكا، كنخليكم معايا تشوفوا كيفاش غادي نقلها. ما طيبوها ما حتى شي حاجه، انا كنت كنطيبها وكنفرتتها وداكشي ما بقيت لا كنطيبها لا حتى شي حاجه. خليكم معايا ما تمشيو فين البنات. اول وحده غادي نبداو بها ها نتوما ها العجينه، شوفوا العجينه كي كتجي. المهم اول حاجه كنقبط الفون ديال البيتزا، ها هو كنقبط زويته بلديه، كنكب واحد شويه واحد المعلقه كبيره من بعد هادي كنحاول نمشيها فوق لاباط كلها، غير كندهنها وصافي بحال اللي كندهنها كلها وصافي كندهنها. ها انتم البنات كندهنها باكملها الزبيطه بلديه اللي كديرها من التحت كتعطي واحد المذاق زوين. بعد البنات
كندير الفخوماج، كنشد شويه الفخوماج. نتوما واش عندكم الفخوماج؟ انا عندي هذا مصفر، درت هذا غير شويه كديري ماشي بزاف. درت الفخوماج البنات، دابا غادي ندوز باش ندير لاصوص طوماط. كتحاولي ديريها كلها صافي. ها انتما البنات كنمشيها هكا فوق البيتزا. نزيد شويه هانتوما البنات، هاد الطريقة هانتوما كتشوفو الطريقة كي دايرة. كنحاول نمشي داك لاصوص طوماط بحال لي كيديرو الناس كاملين وصافي. متنساوش الجنيبات وكلشي، ويني لاباط صدقوني البنات على درتو هاد لاباط راه بحال لي كتباع في الزنقة، قسما بالله إلا بحال لي كتباع في الزنقة. وصدقوني راه السيدة لي عطاتني هاد لاغوسيط راه ولدها خدام في بيتزيريا هنايا، راه هو لي عطاها هاد لاغوسيط هادي. هانتوما البنات، من بعد غادي ندير هاد غادي نستعمل يد ديالي داك الحشوه اللي قبيله طيبنا، غادي نشتها هكا، نحاول نشتها هكا لا بيتزا كلها، نحاول ندير الضريبات كلهم. ها نتوما البنات الجنيبات، ما نساوش الجنيبات. نزيد واحد شويه هنا، المهم كتحاولي تدخلي داك الشيء في هذا كله صافي هادشي اللي كاين. بغيت كلهم تكون فيهم وصافي. من بعد عندي ندوزو للطون، طون بعد ما قصطرتو من الماء من الزيت ديالو غادي ندوز وغادي نديرو هنا فوق من هادي. طون نتي وشنو متوفر عندك ديري على حساب المقدار اللي بغيتي نتيا. الجنيبات هانتوما البنات، كنحاول ندير في كل بلاصة. نعاود بيتيا هانتوما البنات. من بعد ما درت الطون ندوز للبصباق ديالها، غادي ناخذ الفلفله نزوقو صافي. هانت نبدا بالزباق ديالها وصافي. سمحوا لي قبل ما ندير هادي عندي شويه الفرماج، سمحوا لي راكم عارفين البيتزا راه خاصها الفرماج، ما نكذبوش على الله. البيتزا كل ما كثرتي لها الفرماج كل ما البيتزا راه هي الفرماج، مابقاش كنكذبوا على الله. دابا عاد ندوز ندير هذا من الفوق. تبزين تزيين بسيطه البنات، ما كنديرش زعما شي حاجه ما كايناش، كشي اللي عندي متوفر في الدار وصافي. بيان سور موسى ندير رسمي البيتزا الزيتون، ندير طريف هنا طريف هنا طريف هنا. ها انتما البنات وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالها، حتى من بعد غنزيد عليها الزعتر. شوفوا البنات هي هذه، وندوزو باش نصوبو انا وياكم البيتزا الثانيه. خليكم معايا غندوزو البنات باش نصوبو البيتزا الثانيه اللي هي البيتزا بالكاشير. هذه البيتزا هذه غادي تصوبها لنا ايناس، خليكم معايا انا ام ايناس، دونك ايناس خاصها تصوب لنا واحد البيتزا، خليكم معايا. يلا ايناس ديري زويته.
كريميرو هز زبيطه. يلا نروح للقريعه هذه حبيبه. اوبس هاي هاي نعاونك بنتي. يلا بحال اللي دارت ماما. دابا هادي واحد الكوسينيره صغيره هي اللي عادي تصوب لنا هادشي. فاموسي ناس طوطو طوطو حبيبه طوطو فاموس رابيدو هاك يلا ين طوطو يلا 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 يلا. هادي سيدي لالا ايناس الصغيره ديالنا قطيبطه الصغيره في الشوشه ديال الدار اللي كتصوب لنا بيتزا. يلا يلا ها ايناس يلا مان يلا انا عاونك حبيبه غنزيد نصوب معاك. هذه البيتزا ديالي. سي هذه البيتزا ديالك. يلا دابا غنديرو لا صوص طوماط ديري الصلصه. يلا عاين ندير لك انتينا عاين حبيبه انا ندير لك انتينا عاد نمشي. يلا كوخي متخرجيش على الجنيبه تا ايناس. هادي الكوسينيره الصغيره ديالنا كتصوب هادشي. غنعاونك حبيبه غنعاون بنتي يا بركة عليها غير تلحس. حس كيعجبني. كيعجبك؟ اها شويه. دابا فرماتشو. مازال فرماتشو. نو فرماتشو مازال حبيبة. هادي ديال بابا. حيت باباها ما تاكلش الفرماج كتخمم في باباها. هادي حبيبة غنديرو لاميطات بالفرماج ولاميطات بلا فرماج. داكشي علاش مدرتش الفرماج كلو. سي وريني لبابا خدا البلاصة اللي فيها الفرماج. يلا دابا شنو غنديرو؟ يلا هاديك هزي بليديدة ودير هاكا هاكا. يلا يلا غير ديري ديري حبيبة كيما درتي غير متخرجيش برا من الطبسال وصافي. يلا مص وانت كتخرجي حبيبه في الطبسيل شتي هانت فين سي. يلا مص انا درنا بزاف وما درنا شويه. يلا قدي حبيبه خصهم يكونوا ايكواليس تودوس. هاد لاكامي ديفيرين. يلا بركة ما غاديش يكونو بيتزا. والحس بيان سوغ يا كاسا كتلحس في يديها. هادي ديال مسخي. هانتوما البنات من بعد غادي نديرو الكاشير. يلا بنتي يلا ديري الكاشير. عاين عاين نحط لك هنا حداك. يلا ديري الكاشير. يلا مص غير بشويه غير بشويه ما تخليش هاد نتاع التبصيل. ها انت غير بشويه. انا يدي كبيره. انتي يديك صغيره ماشي كبيره. لا كبيره. يلا ودي انا صافي كبيره صافي. اون بوكيتو مص احنا ما درناش. يلا ولا ما درناش فيه ديري فيه. يلا اللي بان لك ما فيهش ديري حبيبه. حيت انا كنشوف مزيان. شنو كتشوفي مزيان بها صافا كتشوفي مزيان. شويه هنا ما غاديش نخلي حتى حاجه خوش. سي خاصها كلها تصوب. هانتوما هانتوما ايناس الطباخه الصغيره ديالنا هنا في استي. نو باس انا دايناس ماشي مشكل. يلا دابا بنتي غادي تشدي انت التليفون باش انا غادي ندير الفرماج باش ما ندوب. لا باش طوما طوما ايناس حيت حبيبه باش ما ديريش دابا تاني كنحس هاد البيتزا البنات. انا حاجي ما تاكلش الفرماج مريض ما كياكلش الفرماج. غادي ندير لا ميطات حنا لينا نص بالفرماج ونص بلا فرماج داكشي علاش دونك انطونسيس عندي نص بالفرماج مرفين هكا.
نتوما بيان سور لا كان وليداتكم زعما ما عندكم حتى شي مشكل. انا حيت راجي ما كياكلوش الفرماج ما خصوش كاع ياكل الفرماج. ممكن نديرو حتى بالفرم حتى هذه بلا فرماج. نستا غادي ندوزو للتزيين. وانا ندير الزيتون. يلا حبيبي يلا دير. يلا اوترا اي هنا حبيبه وبشويه هنا. يلا عزيزي وحده هنا وحده هنا كواتو سي. يلا زيتونه انا سي عارف نطيب احسن منك. سي بيان سوك احسن مني. نو إنسان أي سي هنا هادي بيزا ديال إنس بيتزا بالكاشير صافي. يلا خليكم معايا باش ندوزو البيزا ديال الكفتة. البنات آخر وحدة عندي غادي ندير هي ديال الكفتة. ديال الكفتة نفس الشي كندهن بزويتة كندير لاصوص طوماط كندير داك الخلطة اللي قبيلة صوبت. بالنسبة للكفتة ما كندير حتى شي حاجة كنحطها هاك هاك كنبقى كنفرفرقها هاك هكا بطريقة عشوائية خضراء ما كنطيبها ما كطيبني ما حتى شي حاجة. هكا كنديرها كما كتشوفو نتوما ها انت كنحط طريفات هكا ما كنطيبها ما كطيبني كطيب هي بداك العافية ديال البيتزا اللي كتكون كطيب. ها انتوما البنات كنبقى كنحط طريف هذا طريف طريف هذا طريف وصدقوني كتجي حسن داك طيبيها داكشي كله ما ها انتوما البنات صافي. غنكمل بنفس الطريقة عندي لها حتى هي الفرماج ونفس الشيء غادي ندخلها للفران. خليكم معايا حتى تنشوفوا حتى نكمل بالتزيين ديالها. وهكا بهذه الطريقه هذه نو الناس بهذه الطريقه هذه ما كتتسل الكفته ما كديروش الكفته بزاف حدا دابا شويه ديال الكفته راه كتعمر لكم ماشي بحال ملي كتكون طايبه كتمسخ ما كاين بزاف. انتما كتحاولوا كاع الطريفات اللي كاينين صوبوا بهم وصافي هادشي اللي كاين. ونكملوا البنات نكملوا البنات الكفته ديالنا ونزوقها حتى بالفلفله والزيتون والفرماج وداك الشيء ونتلاقاو ملي نكملوا. وكنتمنى بان الفيديو ديالي يكون عجبكم وينال الاعجاب ديالكم. الله يعطيكم الصحه ما تبخلوش علينا باللايك وشجعوا هاد الكويزينيه الصغيره ايناس اللي هاد الله يدارس معكم اللي دارت معكم هاد النهار الفيديو. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وصدقوني البنات هاد البيزاس كيجيو زوينين غير زعموا وديروهم وراهم ما غاديش تندموا عليهم. راه ما عمركم غادي تخطاو على هاد لاباط تيقوني وكونوا متاكدين بان هاد لاباط راها 100% ناجحه. نتلاقاو فيديو مقبل ان شاء الله. ما تبخلوش عندنا البنات باللايك. يلا وجيم يلا باي باي عليكم فيديو مقبل ان شاء الله. قول لهم سلام الناس قول لهم ديروا لنا لايك ديروا لنا لايك باي باي.